مساء الخير، شلونكم؟ من الخدج الداخلي لمستشفى الفرات الأوسط. ملاحظة جدا مهمة للأطفال حديثي الولادة، إذا كانت مدة البقاء أو مدة الدخول أكثر من يوم يفضل تغيير وضعية الطفل اللي هي البوزيشن من فترة إلى أخرى، وذلك لمنع التقرحات الجلدية التي تحدث بسبب قرحة الفراش والتي تسمى قرحة الفراش. لذلك هذا الطفل كان له مدة دخول أكثر من يوم. بعدما تم تغيير وضعية الطفل يجب تعقيم وتنظيف المنطقة السابقة، وذلك بمسح المنطقة بصورة خفيفة لمنع الخدوش التي تحصل، لكون جلد الطفل يكون رقيق جدا في أول ولادته. ملاحظة جدا مهمة للأمهات عند تغيير الحفاضة للأطفال أو الدايبر، لا يتم بهذه الطريقة لأنها تسبب أذى للعمود الفقري لدى الطفل، ولكن تكون بصورة جانبية إمالة الطفل بشكل كامل إلى الجانب وبعدها يتم تغيير الدايبر كما تلاحظون بصورة جانبية، ويتم تغيير الدايبر لدى الطفل، يتم تغييرها فورا بعد اتساخها، وبهذه الطريقة تم تغيير الدايبر الخاص لدى هذا الطفل. كذلك سوف يتم تغيير الأليزة الموجودة داخل الحاضنة والتي تحافظ على الطفل. في آخر الفيديو، وهذا ما تم الاعتناء في هذا الطفل حديث الولادة، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.